تشارك مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي ينعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تأتي مشاركة البحرين في المنتدى لتسجل عالمياً إنجازاتها المتميزة المتحققة خلال عام 2018، والتي حظيت باحتفاء الأمم المتحدة والدول الأعضاء نظراً لنجاح السياسات التنموية التي تنتهجها البحرين. تحت شعار تمكين الأفراد وضمان الشمول والمساواة، ينعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة وسط مشاركة بارزة لوفد مملكة البحرين برئاسة سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وبحضور سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية. لقد أولت مملكة البحرين، واستعرض معالي الوزير الحمر إنجازات مملكة البحرين المتميزة والمكثفة وعالية التأثير بمعايير عالمية في مجالات التنمية على الصعيد التعليمي والصحي والإسكاني والأتمتة والتكنولوجيا والمساواة بين الجنسين ودعم المرأة ووقف العنف ومعالجة القضايا الأسرية وتوفير البنى التحتية اللازمة لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير حرية الإعلام والتعبير والبدء بخطط فعلية للوصول إلى الاستخدام التام للطاقة الخضراء النظيفة وغيرها من المجالات. كما أدرجت الحكومة الفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية منذ عام 1986، كما تم إطلاق مشروعي التمكين الرقمي والاستخدام الآمن للتكنولوجيا لتحسين جودة وكفاءة التعليم. وجاءت مشاركة معالي الوزير الحمر مستقطبة احترام وتقدير الدول الأعضاء لما حققته مملكة البحرين من أهداف التنمية المستدامة، حيث قضت على الأمية وخاضت في سباق الصفوف الأولى عالمياً كنتاج للسياسة التطويرية للحكومة البحرينية من أجل الرفاه والازدهار. عملت البحرين على تنويع مصادر الإيرادات الاقتصادية، وبات القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية، كما حرصت على تنفيذ مشاريع تنموية تزيد التنافسية والقدرة على جذب الاستثمار بما يسهم في التطور الاقتصادي. تعكف الحكومة على إنشاء 5 مدن إسكانية جديدة توفر السكن الملائم لأكثر من 36,000 أسرة بحرينية من فئات الدخل المحدود والفئات الأخرى كالمرأة المطلقة والعزباء. تأتي مشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى من إطار حرص المملكة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إدماج المملكة لهذه الأهداف في برامج عمل الحكومة وبالخطط والبرامج الوطنية. هذا المنتدى السياسي الذي يعقد سنويا يجتمع من خلاله قادة من دول العالم، تنفيذيين سياسيين من قطاعات مختلفة، لاستعراض ما قامت به دولهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد قام سعادة وزير الإسكان بتقديم ما قامت به المملكة في إطار أهداف تنموية محددة تم تحديدها لهذا العام، ويأتي ذلك بعد أن قدمت المملكة العام الماضي التقرير الأول الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. حرصت البحرين على تطوير الآليات المؤسسية، فأنشأت لجنة المعلومات، الهدف منها طبعا رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وفي الحقيقة تعتبر تأسيس هذه اللجنة يعني نقطة محورية في متابعة برامج عمل حكومة وفق مؤشرات أداء ومتابعة دقيقة وحثيثة، اللي في الحقيقة أوصلت حكومة البحرين إلى النتائج اللي اليوم استعرضناها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى. وكانت مملكة البحرين قد بذلت جهوداً استثنائية في سعي دؤوب وجاد في مسيرة التطور، والتي تجلت في إنفاق أكثر من 30% من الميزانية العامة لتحقيقها، تفوق أثبت مكانة البحرين عالمياً عاماً بعد عام في مجال التنمية المستدامة، واستحق تقدير واحترام المجتمع الدولي للجهود المتفانية البحرينية للارتقاء بشعبها وحكومتها إلى مستوى دول الطليعة في تحقيق التقدم والازدهار والمساواة حسب المعايير الدولية. نادين الحيري، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.